بيوتي باي ليلى عباد، وليلى صارت جاهزة واليوم عندها موضوع جديد وهو موضوع الشعر، تساقط الشعر وكيفية العناية فيه. بدي أذكركم مشاهدينا أنه تكونوا معنا كل الوقت على الهواء، تتصلوا فينا لأي سؤال بتحبوا تطرحوه لأخصائية ومستشارة التجميل ليلى عباد. صباح الخير. صباح النور. يعني دايما الخير بيكون بهالصباح لما بتكوني معنا ليلى. أهلا وسهلا فيك. هيدا تفكيرك الإيجابي دايما رانيا معي. شكرا ليلى. موضوع جديد اليوم، موضوع بهم الكل مش كتير عم نحكي فيه مؤخرا، وهو تساقط الشعر. كيف ممكن نتفادى هالموضوع أو نعالج هالموضوع؟ شو أسبابه؟ بدنا نتعرف شوي على الشعرة. الشعرة هي بتمرق بسايكل يلي هو مكون من 3 phases، يلي هو الأناجين، الكاتاجين والتيلوجين. الأناجين هي المرحلة يلي بيطول فيها الشعر كتير وبتاخد سنين. الكاتاجين هي المرحلة يلي بيعمل سلو شوي الشعر بالنمو وبتاخد تقريبا أسابيع. أما التيلوجين بياخد تقريبا أشهر، وهون بيعمل ستوب وكأنه بيقول أنا خلاص هيدي المرحلة أكتر شيء قدرت أوصل لها. بيفتح مجال لخلية جديدة إنها تقدر تطلع، بتدفش حالها، بتروح الشعرة القديمة وبيطلع مطرحها شعرة جديدة. هون أحلى شعور. هيدا الشعور يلي منشوف فيه شوية هر ومنخاف ومنمرق بستريس، وحكينا عنها جمعة الماضي. هيدي المرحلة، هيدي حياة الشعرة، مثل ما حياة الإنسان بيمرق ما بين مراحل يلي هي سن البلوغ وصولا للستيدي بارت يلي 30، وبعدين الشيخوخة والمينوبوز. الشعر عنده هالفيزز كلها، أو إذا أخذناها بشكل فكرنا كتير لازم نفكر إنه لازم نتعرف على نوع شعرنا، نعرف إذا نوع الشعر دهني، نعرف إذا نوع الشعر جيف، لأنه هو بشرة فروة الرأس. منا فروة الرأس هي كأن مكان بس للشعر، هي كونتينيوتي لبشرتنا. ومثل ما بنتعاطى مع بشرتنا بترتيبها وبتغذيتها بتنظيفها بحمايتها، الشعر عنده البروسيجر ذاته، وهيدا الشيء ان كان الرجل ويما المرأة، وبتحدد هويته بعمر معين يلي هي ما بعد سن البلوغ. ما بيكون اذا كنا فجأة شفنا صار شعرنا دهني عند 17-18 هيدي هويته، واذا صار جيف معناتها هي هويته. اما الفعل يلي نحن بنسبب تبدلات له هي الصبغات، هي الشامبو الغلط، هي تمليس وتجعيل البراشينج، امور كثيره. في عوده شوي لنحكي عن طريقه كانت مثاليه وكانوا يتبعوها الاهل، وانا بتذكر الماما كان ممنوع انه نقرب السشوار على شعرنا دغري لما نحمم شعرنا. وهي بحب اقولها للكل، انا قريتها بدراسه جيرمان كانت بيقولوا انه ما بعد غسل الشعر لازم الشعر يتنشف بالمنشفه ديريكت، يتسرح شي 10 دقائق ليرجع الفلو اوف بلاد، الحركه الدمويه، لان مثل ما بنعرف اي انسكت اي شيء بيمرق على الشعر بيتغذى من الدم. وهذا الشيء اللي نحن بنهمله احيانا، انه لازم يكون في طاقه كثير قويه بالخلايا اللي تضلها مجدده. وننتبه بهالمرحله بحد ذاتها انه من بعد ما نسرح الشعر نجيب السشوار ونقربه بعد تقريبا اصبعين عن بصله الشعر اي فروه الراس. وهيدي الطريقه يلي هي والبيجودي ليلى، البيجودي هو مثالي، او البيجودي بحافظ على الفوليوم. اذا سيده ما عندها فوليوم بشعرها ما ترج تركض تنفي الشعر لانه كثير بشع وما بيعطي جماليات ولا انوثه، او تحط سبراي ويطلع شعرها ريحته سبراي، كل هالامور وجامد او جامد وهيك ما بيتحرك، خلي يضل في حركه، يضل في لمعيه. وكل هالاشياء من خلال الحلقه بدنا نرجع نحكي تفاصيل اكثر. اكيد بذكر المشاهدين انه يتصلوا فينا على 0444444444 لطرح اي سؤال له علاقه بالعنايه بالشعر لليلى عبيد اللي موجوده معنا اليوم بهالفقره بالذات. ليلى، في كثير اوقات بيتساقط الشعر اكثر من العادي، في اسباب نحن بنعرفها ولكن في اسباب بنجهلها ببعض الاحيان. طبعا بنعرف انه السيده من بعد الولاده بتمرق بفتره بيتعب شعرها، بيتعب وضفي،
كثيرة، ولكن في أسباب أخرى بتأدي لتساقط الشعر. نحن رح نبلش نشوف بعض الصور يلي حضرت شوية مواضيع شو هن أسباب تساقط الشعر. خلينا نبلش إنه بشيء طبيعي اللي هو العامل الوراثي. العامل الوراثي عند الرجل ببين أكثر من عند المرأة، لأنه بحدد كثير هوية الفورم تبع الشعر، الباترن يلي رح تكون، إن كان شعر خفيف أو بصير فيه صلع. ما نخاف عند الرجل من الصلع لأنه بيقدر يحلق شعره، في جماليات، ولكن في اشياء بيضعف نحن ما بنخاف، هن بخافوا. في اشياء كثير اساسيه مع تساقط الشعر، هي لما بيضعف الميلانين من الخلايا وبيبلش بيصير في الشيب يلي مع شوي وشوي بيصير الميلانين كانه مختفي من بصيله الشعر وبيصير في البياض. تساقط الشعر له عامل كثير. هول الشغلتين ليلى محتمين، يعني ما فينا نعمل لهم ولا اي شيء ابدا حالي. ابدا، هي المي الكلسيه فينا نحكي عنها، فينا نقول حتى الكربون دو كالسيوم يلي بيأثر، موجود كتير بالصابون، له تأثير إذا ما نقينا الشامبو الصحيح ويلي لازم نكون عم نستخدمه. أشياء تانية يلي فينا نحكي عنها يلي هي لما منعرض الشعر إنه نتركه كتير دهني، لما منتركه كتير دهني بيصير الشعر بيغرق بالدهون، بيغرق كأنه بركة دهن وبيبطل يقدر يتنفس. شد الشعر خلينا نرجع نشوف الأسباب لينزي لو سمحتي. أكيد نحن وعم نحكي عنهم. شكراً. إذا انتبهنا أنه الإجهاد له كتير تأثير والسترس، الحمية المش مدروسة عندها كتير، نفكر بالبروتينات وبالمعادن وخاصة الحديد، وحتى لو كنا نباتيين فينا نستبدل ناخد إشياء البروتينات الموجودة البديلة اللي فينا نشوفها بالسبانخ، بالعدس، بالبروكولي، بالفليفلي، المكسرات، أمور كتيرة. فينا نسأل أي أخصائي طبعاً بيساعدنا بيها. أكيد أكيد لحتى نفكر فيها. وفي أدوية أحياناً البنج بيأثر، بعض العلاجات، التمليس والتجعيد وصبغة وبزيت النهار صبغة، أو نفكر يكون شعرنا نضيف من دغري منلجأ لكذا صبغة، ما عجبنا اللون ما منفكر شو مكونات الصبغة. وهون إذا أخذنا الصورة الثانية يلي منبلش نتعرف أكثر وأكثر أكثر على الحل لتساقط الشعر. هون عم نشوف الحل. بحل تساقط الشعر أمور كتيرة، المساج يلي بيلعب دور كتير على فروة الرأس، غسل الشعر بطريقة صحية وبزيت الوقت مثل ما قلنا الحمية الغذائية، وأمور كتيرة مثل ما عم تشوفها على الشاشة. منشوف بالصورة التالية. هون فيك تسألي مية البحر كتير مفيدة، يلي مفيدة للتزييت، والتزييت هو بيساعد لحتى ما يعود يهر، لحتى ما يعود يهر. ونحن منفكر انه احيانا البشرة يلي دهنية بتضاين كتير وبتعيش بدون ما تكبر، اما الشعر الدهني هو الوحيد اللي بيهر اكتر من الشعر الجاف. يعني عنده يعني ايجابيات ولكن عنده سلبيات، عنده سلبيات على الشعر. وهون وجب نفكر انه احنا بموسم صيف نحمي شعرنا من اشعة الشمس العمودية، ولكن المية الملح بتخفف من التزييت ومن الدهون. يعني ليلى هون وكأنه العلاجات هن أكثر حماية أو وقاية، ما في من شك. أنه علاج إن كان بالدواء أو أي شيء هن حماية ووقاية. منشوف بالصورة يلي رح نرجع نشوفها كمان كيف نفكر بحماية شعرنا من أشعة الشمس. بدنا نحط سكالب تريتمنت، بدنا نغطي شعرنا ببني، بدنا نحط زيوت قبل ما نروح على البحر. أي أنواع بينصح فيها؟ في كتير زيوت يلي هي زيت السمسم، زيت اللوز، زيت الزيتون، ومع شوية بلسم بنحطهم بالشعر، بنحط بني، بنستفيد من الشمس إنه عم ناخد برونزاج، بكون الشعر عم يعمل باندو فابر، وبس نحممه بنحس بنشاط. بلسم الكونديشنر العادي يلي الكونديشنر العادي بنخلطه مع زيوت، مع الزيوت كله أكيد. أوكي. أو زيت الخس عنده كتير دور، بنحكي بنرجع زيت الخس وين بدنا نلاقيها ليلى؟ بالدول العربية بلاقي كتير زيوت مختلفة. أوكي.
لكن عم نكمل هون ببعض النصائح لحمايه الشعر من اشعه الشمس. وهون يعني لكن الشابو مش بس مفيد للوجه انما مفيد كمان للشعر. اكيد، والشعر مش مفروض فينا يجف كثير، مش مفروض فينا انه يمرق الشعر بمراحل يلي هو بيصير فيه تقصف من قوه يلي هو بسموه بريكنج، يعني من قوه اشعه الشمس. مفروض فينا نفكر بطريقه ايجابيه دائما مع شعرنا، لانه الشعر عمره مثل ما قلنا هو بيمرق بهالتروا فاز وبزيت الوقت. ليلى، الصابون، ذكرنا الصابون او الشامبو. طب نحن كيف بدنا نعرف اي شامبو نختار، اي شامبو هو المناسب لنوعيه شعرنا؟ كيف هيدي اهم شيء نتعرف على طبيعه شعرنا، ولما بنتعرف على طبيعه شعرنا بصير في عنا قدره انه نقي الشامبو الخاص يلي بدنا نستخدمه. مفروض انه نفكر بانه القشره تقدر تكون قشره فطرية، مش الفطرية يلي بتلقطيها من اشياء الفطريات المعروفة مثل البيبي لما بكون عنده فطريات. هيدي هالقشرة يلي بنصير نشوفها متطايرة، هيدي لازم ننتبه منها. وهون عم نشوف، اذا عم تشوفي اسباب القشرة اللي هي الجفاف، بدنا نرتب فروة الرأس مثل ما بنرتب بشرتنا. بدنا نفكر نختار الشامبو الخاص لفروة الرأس لما بيكون فيها قشرة، وبداية القشرة هي بتكون من الدهون ومن التزييت ومن الزهم الموجود، لما كمان بيصير في تأثر للبكتيريا على الفيضان يلي بتزيد منه. يعني هون عكس ما بيفكروا الناس ليه، لأنه نعمل باندويل أو حمام زيت، الأفضل أنه نتفادى هالموضوع بحال القشرة. حمام الزيت كتير مهم للشعر الجاف، وحمام الزيت مهم لأطراف الشعر. أما لما منفكر بالبوصيلة بفروة الرأس، حتى الشعر الجاف ما بدنا نعود ويصير دهني ويتأذى من البلسم. لازم نسرح شعرنا بالمشط كتير، ونفكر أنه الشعر بده 3 أشهر ليشق طريقه لخلية جديدة. يعني أي علاج بدنا نعمله نفكر بمينيموم 3 أشهر لحتى نقدر نحصل على نتيجة جيدة. ليلى عبيد، انتهى وقتنا لليوم. طبعا اي معلومات اخرى منتبعها بحلقات جديده مع حضرتك، واذا بده يصير شعرنا مثل شعرك بهالجمال رح نتبع النصايح 100%. انا كمان بدي اقول للمشاهدين ليلى انه ممكن يلاقوا كل التفاصيل وكل المعلومات بكتاب ليلى عبيد يلي رح بحكي عنه بعد شوي بفقره بوكس بالتفصيل. ليلى شكرا لوجودك معنا. رح ناخذ بريك قصير وبنرجع بنروح لتيستينج.